بغداد HS وبعدين أخذت ماسترز وبي اتش دي في بايوتكنولوجي من الأمريكان يونيفرسيتي إن كايرو. أخذت الماجستير والدكتوراه بتاعتي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في التكنولوجيا الحيوية. وكانت بيسكلي الريسيرش بتاعي كان بيدور البحث بتاعي كان بيدور حوالين إني يعني ألاقي دواء لفيروس سي والملاريا سوا يوزنج باستخدام تاركت واحد يعني تاركت واحد جوجل. وده نتج عنه ثلاث براءات اختراع في أمريكا. ويعني الواحد يتمنى إن شاء الله حد يتبنى يعني المشروع ده ونكمله لأنه ما هينتج منه دواء ملوش أي علاقة بالأدوية الجديدة بتاعت فيروس سي. لا دواء بيستهدف دورة الحياة بتاعت فيروس سي بيستهدف الجزء الأولاني منها. فممكن حتى المركز ده ينفع يبقى يعني يستخدم كمصر لو تعدى بصورة معينة. فده بالنسبة للماجستير والدكتوراه بتوعي. بعد كده أنا حاليا شغالة باحثة ما بعد الدكتوراه بوست دكتور الفلو في جامعة كاليفورنيا ديفيس في حاجة اسمها مايند انستيتيوت. شغالة على الجيناتكس بتاعت التوحد مرض التوحد وأمراض تانية بس هو الأساس. وأتمنى يعني إن شاء الله الحاجات اللي بتعلمها هناك في أمريكا يعني أعرف أفيد بيها في مصر إن شاء الله يعني. شكرا دكتور. شكرا دكتور. أسألت تعبتك شايف العرض بس.